أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين. القول المشهور والفضل ما شهدت به الاعداء لعل من ابرز مصاديقه ما يرتبط باهل بيت نبينا صلوات الله عليهم اجمعين فانا نلحظ بخصوصهم كما هائلا من الفضائل والمناقب التي يقر بها اعداؤهم كثيره هي تلك الاحاديث التي تتضمن الاقرار بحق اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وبفضائلهم ومناقبهم مما يرويه اعداؤهم وقد يتعجب المرء من ذلك لكن لا عجب اذا ما لوحظ امران اثنان الامر الاول تبدل المواقف السياسيه فعلى سبيل المثال الزبير بن العوام هو الآن مصنف ضمن هذا الصنف أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلا أن مع ذلك نجد أن جمعا أو طائفة من الأحاديث التي تتضمن مناقبهم وفضائلهم مروي عن طريقه فما هو السر في ذلك؟ ان الرجل قبل انقلابه على اهل البيت عليهم السلام كان موقفه هو مناصره اهل البيت واحيانا العكس بالعكس عبد الله ابن مسعود رجل يشتبه الآن كثير من الناس في تصنيفه أنه ولي لأهل البيت عليهم السلام لكن الواقع أنه إن لم يكن قد تحول إلى كونه عدواً فلا أقل من تحوله الى كونه مخلطا خلط بين ولايه اهل البيت عليهم السلام وولايه اعدائهم. وهذا المخلط في ميزان اهل البيت لا يكون الا عدوا. هكذا قال الامام الباقر عليه الصلاه والسلام. فعبد الله بن مسعود كان في بادئ امره كان صالحا فلذا حدث باحاديث في شان اهل البيت عليهم السلام، الا انه بعد ذلك انقلب الى عدو او مخلط. واحيانا تكون مساله تبدل المواقف السياسيه بشان او في شان العدو نفسه نفس شخصيه العدو يعني على سبيل المثال عائشه بنت ابي بكر ايضا تتفاجا بان جمعا من الاحاديث او طائفه من الاحاديث التي تروى في فضل اهل البيت عليهم السلام مرويه عن طريق عائشه. كما ان طائفه من الاحاديث في فضل ابي بكر وعمر مثلا وحتى عثمان مرويه عن طريق عائشه. ما الذي يفسر ذلك؟ مع العلم بان عائشه كانت ضد امير المؤمنين عليه السلام وكانت كذلك ضد عثمان. كانت تحرض على الثورة عليه وتقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر. فما هو السر في ذلك؟ السر هو هذا التبدل في المواقف السياسية. المرأة حين أطلق لها العنان لكي تحدث بما شاءت، حدثت بأحاديث وضعتها في فضل أبي بكر وعمر. وكان ذلك في عهد ابي بكر وعمر. لما جاء عهد عثمان في شطر من عهده في بدايه عهده كانت مع عثمان ولذلك لا يمتنع ان تضع احاديث في فضل عثمان كذلك. حين اختلفت مع عثمان بسبب يعني مالي لاسباب ماليه كما شرحناه مفصلا فيما مضى فانها بدات تخرج الاحاديث الصحيحه في ذم عثمان. هذا احد احدى احاديثها مثلا انها بينت للناس ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله هو الذي سمى عثمان نعثلا. تقول صحيح انا اقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، لكن تتصورون انا سميت عثمان نعثل؟ لا وانما النبي صلى الله عليه واله قالت له ذات مره في المسجد النبوي الشريف، قالت له يا نعثل انما سماك رسول الله باسم نعثل اليهودي. هكذا مثلا. زين. فحتى تغيظ عثمان لأنها اختلفت مع عثمان ست سنوات ست سنوات كان بينها وبين عثمان حرب وكر وفر ولكن حرب كلامية كما هو الاصطلاح العالمي اليوم يقولون الحرب الباردة حرب الباردة يعني شنو؟ يعني حرب على وسائل التحريض على وسائل الإعلام على وسائل الدبلوماسية وما أشبه هكذا كانت كانت هنالك حرب باردة بين عائشة وبين عثمان لمدة ست سنوات هذه تتكلم ضد أذا كان يتكلم ضده هي تخطب في المسجد النبوي الشريف وتأتي بحفصة أيضا معها يقفان من وراء الستار ويخطبان أمام المسلمين ويقولان أنه او تقولان انه ما بلي نعل رسول الله بعد وقد ابلى عثمان سنته. كانت ترفعان نعل رسول الله صلى الله عليه واله، تقول المسلمين شوفوا هذا نعال رسول الله الى الان كما هو. ما بلي ما صار باليا. وعثمان ابلى سنته، يعني عثمان امات سنه رسول الله صلى الله عليه واله. عثمان هم كان من جانبه لانه الطرف الثاني في الحرب البارده فماذا كان يصنع؟ كان ايضا يقول ايها المسلمون لقد قال الله في هذه الفاجره واختها ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. كان ايضا يسبهما سبابا شديدا. هما ايضا كانتا تردان عليه بسباب شديد. فاحش حرب كلامية حرب باردة لمدة ست سنوات فحتى تغيظ عائشة عثمان في هذه الست سنوات كانت تحدث بفضاء علي عليه السلام كنوع من الإغاظة باعتبار شنو عدو عدوي صديقي يعني هكذا فأخرجت تلك الأحاديث في فضل علي في فضل الزهراء عليه السلام في فضل الحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين. زين قتل عثمان. لما قتل كانت عائشه في مكه وكانت تتصور انه الخلافه ستؤول الى من؟ الى ابن عمها وحبيبها طلحه. ففوجئت وهي في الطريق بين مكه والمدينه بشخص قد جاء من المدينه. فسألته: ماذا حصل؟ قال: قتل الناس عثمان، قالت: أبعده الله يعني إلى جهنم وبئس المصير عثمان، قال: فمن ولوا؟ قال: خيراً، ولوا علياً عليه السلام، فلطمت على رأسها. قالت ما مضمونه أنه ألا ليت السماء انطبقت على الأرض ولم يتم الأمر لصاحبك يعني لعلي عليه السلام هذا موجود حتى في تواريخ أهل الخلاف راجعوا أنتم تجدون فتفاجأ الرجل قال أنت أخبرتنا فيما قبل أن عليا عليه السلام كذا وأنه ذو فضل كذا يعني أنت ذكرت لنا هذا الأمر وأنت كنت تحرضين على عثمان تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر فإحنا هم عليا عليه علي السلام على هذا الأساس فقالت لا إنه عثمان تاب توبة يعني نصوحة ولا أطلبن بدمه وعلي قد شرك في دمه تبدل الموقف فورا شوفوا هذا فبدأت هنا تحدث بأحاديث موضوعة ضد علي بن أبي طالب عليهما السلام مثلا تقول ذات مره يعني ضمن تحريضاتها للناس حتى يقوموا ضد علي في موقعه الجمل تقول انا ذات مره كنت جالسه مع رسول الله صلى الله عليه واله واذا اقبل علي والعباس فاسر الي وقال ان هذان يموتان على غير ملتي يعني علي سيرتد والعياذ بالله سيكفر فصارت موقعة الجمل بعد موقعة الجمل هزمت امير المؤمنين عليه السلام فرض عليها الاقامه الجبريه فما قدرت بعد تطيل لسانها بشيء ما تحدث بشيء الى ان قتل علي عليه السلام فتنفست الصعداء واحست بنوع من الحريه وقالت مقولتها المشهوره لتصنع العرب ما شاءت فليس احد ينهاها خلص الآن حرية صارت لي أتكلم كما أشاء فبدأت مرة أخرى تحدث بأحاديث ضد أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه وحتى ترضي كذلك الحكم الجديد الذي هو حكم معاوية باعتبار معاوية ابن عم عثمان وحتى أنا أرضيه وأحصل من ورائه على أموال كثيرة فالأحدث أنا ضد علي ومع عثمان وبالفعل هم معاوية كما ينقل المؤرخون كان يرسل إليها بأموال طائلة ذهب وفض وخدم وحشم وحتى بنى لها قصرا بيت كامل انتقلت من حجرتها هي كان عندها حجرة صغيرة انتقلت منها إلى بيت آخر ولهذا السبب تدقق في هذه المسائل التاريخية هذا الذي يفسر انه كيف ركبت بغله حتى تحرض على جنازه الامام الحسن عليه السلام انه لا يدفن في بيت رسول الله لانه شوف انت اقرا الحدث انه اذا كانت هي في الحجره التي كانت تسكن فيها والتي كانت ملحقه بالمسجد النبوي الشريف وما تحتاج لكي تنتقل الى الحجره النبويه التي يدفن فيها الحسن عليه السلام ما كانت تحتاج الى ان تركب دابه حتى تصل هي خطوته فإذا معنى أنها ركبت دابة لما جاءها مروان بن الحكم وبنو أمية وقالوا لها أدركينا سيدفن الحسن إلى جوار جده وإذا دفن إلى جواره سيذهب فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة الناس بعد تنسى أبو بكر وعمر هذه المسألة التي تفتخرون بها أنه أنهما دفنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا غصبا دفنا فقال أدركينا فجهزت بغلة وركبتها، إذا كانت هنالك مسافة، ليش مسافة إلى أن تصل إلى الحجرة النبوية الشريفة في المسجد النبوي الشريف؟ لأنه كانت قد انتقلت إلى بيت جديد فخم وضعه لها معاوية بما فيه من خدم وحشم وإلى آخرين. هذا كان في السنين الأولى يعني في السنين الأولى من حكم معاوية في السنين الأخيرة عائشة بعد هرمت صارت امرأة عجوز شمطاء ما يجي منها شيء يعني الدور لم يعد يبقى لها ما تستطيع بعد أن تحرض على أحد ما تستطيع أن تحرك تجيش الجيوش كالسابق فمعاوية قال خلص هذه الورقة انتهت صلاحيتها فقلل الاموال قلل, قلل 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 التي كان يصرفها اليها من بيت مال المسلمين فصار نزاع من جديد بينها وبين معاويه ولكن لم يلتفتوا اليها بعد خلص معاويه ثبت حكمه ما كانت تتمكن بان تحرض بعد من جديد ضد معاويه ما استطاعت ففقط كنوع من انواع الاغاظه لمعاويه في اواخر حياتها بدات مره اخرى تحدث ببعض الاحاديث في فضل علي واهل البيت عليهم الصلاه والسلام. كمحاوله منها. فشوف هذا تبدل المواقف السياسيه لعب هذا الدور. في البدايه هي ضد اهل البيت. بعدين من اجل مصلحه سياسيه معينه اخرجت الاحاديث شهدت بالفضل لاهل البيت ثم بعد ذلك صارت مره اخرى ضد اهل البيت عليهم السلام وعملت ضدهم ثم عادت مره اخرى وهكذا تقلبات تقلبات هذا كله العامل الاول الذي يفسر كيف ان بعضا من الاعداء كانوا يشهدون بالفضل لاولياء الله هناك عامل اخر وهو عامل غيبي وهو ان الله عز وجل يجري الحق على السنتهم يدفعهم الى الاقرار بذلك وهذا كان يحصل مع كل الانبياء السابقين ومع نبينا صلى الله عليه واله تقرا في التاريخ انه لما كانوا ياتون في غمرة اشتداد المواجهة بين قريش وبين النبي الأعظم صلى الله عليه واله، يأتي وفود العرب في الموسم إلى مكة ويسألون أكابر قريش ممن هم أعداء النبي كأبي سفيان، كأبي جهل، كأبي لهب ومن أشبه عن النبي، يقولون لما يعني يحصرونهم في زاوية ضيقة يقولون انه كان صادقا امينا. يعني يقرون بالفضل للنبي صلى الله عليه وسلم. انه صادق امين. لما كانوا يسالونهم هل علمتم عليه كذبا قط؟ قالوا لا. انه الصادق الامين. ولكن بعدين يعني ادعى النبوه الى اخره. فهذا الاقرار منهم الفضل ما شهدت به الاعداء. هذا الاقرار كان ماذا؟ اجراء من الله تعالى على السنتهم. شاهدنا كنموذج من النماذج على تحقق هذه المقوله في حق اهل بيت نبينا صلى الله عليه وعليهم اجمعين ما حدثت به عائشه مما رواه اهل الخلاف. وهو تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده هذا عائشة تقول عدوة علي صلوات الله عليه هذا الحديث أخرجه جمع من أعلام أهل الخلاف منهم القندوز الحنفي في كتابه ينابيع المودة الجزء الثاني الصفحة ثلاثمائة وثمان وعشرين. المتق الهندي في كتابه كنز العمال الجزء الحادي عشر الصفحة ستمئة وواحد. السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة ستمئة وخمس وستين. المغازي الشافعي في المناقب الصفحة مئتين وستة. وابن حجر في الصواعق المحرقة الصفحة أربعة من طبعة سنة ألف ليش ركزت على الطبعة؟ لأنه في الطبعة الثانية اللي موجودة عندي أيضا في البيت وهي طبعة 1385 المطبوعة في مصر من قبل الأزهر هذه العبارة أسقطت تحريف صار وكم من موارد في التحريف لأحاديث من هذا النوع في كتب أهل الخلاف الطبعة القديمة فيها هذا الحديث الطبعة الجديدة تشوف ما موجود عجيب حتى ترى في البخاري حتى في البخاري حتى في مسلم الطبعة القديمة تلاقي فيها نص صريح الطبعة الجديدة يحرفون هذا النص مثلا الطبعة القديمة للطبراني معجم الطبراني النبي صلى الله عليه وآله يقول عن معاوية ويل لأمتي من معاوية ذي الأستاه ذي الأستاه بعد فسرناها لكم من ذي قبل، ما يحتاج نفسرها، نحفظ كرامة المجلس. شنو راحوا سووا بالطبعة الجديدة؟ الآن روح اقرأ بالطبعة الجديدة كاتبين هكذا: ويل لأمتي من معاوية ذي الأشباه. أستاه شنو سوى؟ النقطتين فوق التاء خلاها نقطة تحت جوا فصارت شنو؟ باء. والسين أضاف إليها ثلاث نقط صارت شين. فصار ذي الاشباه، ذي الاشباه ما يصير الى معنى، شنو يعني ذي الاشباه؟ ذي الاستاه له معنى. وامثال هذه التحريفات هذا في تاريخ الطبري او في تفسير الطبري هذا حديث الدار المعروف انه النبي صلى الله عليه واله يخاطب قومه عشيرته من بني هاشم في يوم الدار وأنذر عشيرتك الأقربين فيقول فأيكم يوازرني على هذا حتى يكون خليفتي وما أشبه ذلك فكلهم يحجمون إلى أن علي عليه السلام يقوم ثلاث مرات فيقول إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم زين إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم عن علي عليه السلام هذه دلالة على أنه الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام تروح تشوف الطبعة الجديدة الآن لهذا الكتاب تشوف شنو مكتوب مكتوب إن هذا أخي وكذا وكذا حاذفين وصي وخليفتي فيكم مكتوب كذا وكذا فهذا من موارد التحريف ليش يحرفون؟ لانهم يجحدون الحق، لا يريدون للحق ان يصل الى هذه الامه. اذا ذكر علي عباده تشهد به عائشه والفضل ما شهدت به الاعداء. هنالك ايضا حديث اخر ونحن ان شاء الله في هذه الليله اجتمعنا لذكر علي فنحن نعبد الله. نتعبد بذكر هذا الامام العظيم. صلوات الله عليه في روايات اخرى لاهل الخلاف فيها هذا اللفظ النظر الى وجه علي عباده ليس فقط ذكره صلوات الله عليه هذا حديث اخرجه الخوارزمي في مناقبه الصفحه الثانيه الموفق ابن احمد المكي الخوارزمي او الخارزمي والحديث هذا مخرج عن اهل بيت النبوه صلوات الله عليهم، ولكن شاهدنا هو ذيله مما اردنا ان ننبه عليه. السند هو هكذا والراوي من اهل الخلاف او على الاقل كان من اهل الخلاف. هذا الموفق الخوارزمي. السند عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ان الله جعل لاخي عليا فضائل لا تحصى كثيره. فمن ذكر فضيله من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم. تألف كتاب في فضائل علي عليه السلام. ما دام هذا الكتاب باقي الملائكة تستمر بالاستغفار لك. الى ما بقي هذا الكتاب وما بقي له رسم. ومن استمع الى فضيله من فضائله، الان انتم تستمعون لي وقد ذكرت لكم فضيله من فضائله، ذكر علي عباده، شنو اجركم انتم؟ ومن استمع الى فضيله من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. يوم من الأيام سامع أغنية لا سمح الله هذا معصية ذنب فتغفر لك إن شاء الله تعالى بهذا المجلس ومن نظر إلى كتاب من فضائله تنظر تفتح كتاب تشوف فضيلة من فضائل علي عليه الصلاة والسلام غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر يوم من الأيام طالع بالشارع شفت امرأة متبرجة بشهوة هذا حرام يغفر ذلك بأن تنظر في فضائل علي عليه الصلاة والسلام ثم قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النظر إلى أخي علي بن أبي طالب عبادة إذن ليس ذكره فقط عبادة النظر إليه أيضا عبادة النظر إلى المكتوب عن علي عبادة المكتوب المكتوب كلمة علي الآن إذا مكتوبة مكان معين هالشكل تباوى عليها تنظر إلها هذه عبادة اللهم صل على محمد وعلى محمد النظر إلى أخي علي بن أبي طالب عبادة وذكره عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه رواية أهل الخلاف ماكو ما قبول لاي عمل لا صلاه لا صيام لا حج لا زكاه اي عمل الا بولايته مو فقط ولايه كالبتريين لا لا والبراءة من أعدائه ما تتبرأ من عائشة التي هي عدوة علي عملك كله هباء منثور كله ما يفيدك هنا ملاحظة جديرة بالاهتمام. النظر إلى أخي علي بن أبي طالب عبادة. بعض أعلام أهل الخلاف كابن الأثير نقل لنا حقيقة عجيبة. في تفسير معنى النظر إلى علي عبادة. والناقل عن ابن الأثير ايضا من اعلام اهل الخلاف واعلام اللغة المعروفين، تعلمون اقوى معجم او قاموس في اللغة ما هو؟ كتاب لسان العرب معروف هذا لمن؟ لابن منظور، ابن منظور ينقل عن ابن الاثير تفسير معنى النظر إلى وجه علي عباده، كيف؟ يقول هكذا يقول قال ابن الاثير قيل معناه معنى هذا الحديث الشريف ان عليا كرم الله وجهه كان إذا برز كان إذا برز للقتال صلوات الله عليه بس يبرز هكذا امام الناس قال الناس بس تشوفوا تلقائيا يقولون هكذا قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى لا إله إلا الله ما أتقى هذا الفتى لا اله الا الله ما اشجع هذا الفتى فكانت رؤيته عليه السلام تحملهم على كلمه التوحيد اللهم صل على محمد يعني اللي يشوف علي بن ابي طالب فورا يقول لا اله الا الله كلمه التوحيد يحمل على كلمه التوحيد فالنظر إلى وجه علي عباده. هذه حقيقة أنا لم أجد مثل هذا للعلم في مصادرنا، يعني ما وجدت نظيرا لهذا المنقول في رواياتنا. حسب بحثي المتواضع والقاصر وجدته عند أهل الخلاف، ما وجدت أنا هذا المضمون أنه لما كان علي عليه السلام يبرز الناس كانوا يقولون لا اله الا الله ما اتقى هذا الفتى ما اعلم هذا الفتى لا اله الا الله ما اشجع هذا الفتى ما وجدت. نحن بعد ايام ان شاء الله تعالى او بعد يومين سنعيش افراح امه الاسلام ونعيش افراح الملائكه المقربين. ونعيش افراح رسول الله والانبياء والاوصياء اجمعين صلوات الله عليهم في عيد الله الاكبر عيد الغدير الاغر. بهذه المناسبه ارتأيت ان انقل لكم حديثا في فضل هذا اليوم الشريف واعلق على شيء من هذا الحديث. الحديث رواه ابن طاووس في الاقبال عن امامنا وسيدنا السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما يقول: اذا كان يوم القيامه يعني حصل يوم القيامه زفت اربعه ايام الى الله كما تزف العروس الى خدرها. أربعة أيام. قيل ما هذه الأيام؟ قال عليه السلام: يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، ويوم الغدير، أربعة أعياد. لأن حتى يوم الجمعة عيد. يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. وان يوم الغدير بين الاضحى والفطر والجمعه كالقمر بين الكواكب، عيد الله الاكبر. اشرف من عيد الفطر، اشرف من عيد الاضحى، اشرف من عيد الجمعه، اشرف من كل عيد. لانه كقمر بين الكواكب، وهنا ملاحظه سريعه. أنه الاهتمام بعيد يوم الغدير بالنسبة للموالين ينبغي أن يكون أكثر من الاهتمام بالأعياد الأخرى. ما جرت عليه العادة اليوم في هذا الزمان، وهو الاهتمام مثلا بعيد الفطر، أكثر من الأعياد الأخرى، هذا خطأ. يعني في عيد الفطر الناس مثلا توسع على العيال تروح تطلع تروح كذا تسوي تصير هنالك حركه اجتماعيه اقوى عاده اذا تلاحظون في عيد الفطر. هذا خطا. وفروا ذلك لعيد الغدير. احتفلوا في عيد الاضحى وسعوا على عيالكم في عيد الاضحى وكذلك في الفطر وكذلك في الجمعات ماكو مانع ولكن عيد الغدير ينبغي ان يكون فيه الاهتمام اكثر. الحركه الاجتماعيه في عيد الغدير في مجتمعاتنا نحن المواليه ينبغي ان تكون ماذا؟ اكبر واوسع. لانه عيد الله الاكبر. يقول الامام الرضا عليه الصلاه والسلام: "وهو اليوم الذي نجي فيه ابراهيم الخليل من النار فصار شاكرا لله". يوم الغدير ايضا يوافق اليوم الذي نجي فيه خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام من النار. وهو اليوم الذي اكمل الله به الدين في اقامه النبي عليا امير المؤمنين على ما، وابان فضيلته ووصايته فصام ذلك اليوم، يستحب صيام يوم الغدير تاسيا برسول الله صلى الله عليه واله اذ صام ذلك اليوم شكرا لله على انه امره باقامه علي عليه السلام خليفه ووصيا من بعده. وانه ليوم الكمال ويوم مرغمه الشيطان ويوم تقبل أعمال الشيعة ومحبي آل محمد صلوات الله عليه إذن في هذا اليوم الله عز وجل يقبل أعمالنا احنا محبي آل محمد عليهم السلام زين مخالفين نشلون هو الإمام رضا عليه السلام يقول يقول: "وهو اليوم الذي يعمد الله فيه إلى ما عمله المخالفون فيجعله هباءً منثورًا". ماكو ولاية، شنو الفائدة؟ تصلي، تصوم، بلا ولاية للأئمة الشرعيين من عترة رسول الله صلى الله عليه واله مثل الذي يصلي ويصوم ولم يتولى النبي الأعظم صلى الله عليه واله او خلط بين ولاية النبي الأعظم وولاية مسيلمة الكذاب جاء رجل الإمام زين العابدين عليه السلام سأله مضمون الرواية انه عندنا جار هذا الجار رجل يعني يتعبد يصلي يصوم إلى آخره صالح ولكنه يقول أنا لا أعرف الحق لمن بعد رسول الله لعلي أم لأبي بكر أنا متوقف في هذه المسألة علي أنا قبل 1400 سنة كان ما لي علاقة فيسأل السائل الإمام زين العابدين عليه السلام يقول هذا شنو مآله أعماله مقبولة أم لا؟ قال له الإمام زين العابدين عليه السلام: ما رأيك بشخص، مضمون الحديث، بشخص يقول أنا أؤمن بالتوحيد ولكن ما أعرف النبوة كانت لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله أم لمسيلمة؟ ما لي علاقة أنا. هذا يقبل منه عمل؟ قال لا، قال فكذلك صاحبك هذا. إذا لا يقر إذا لم يقر بأن عليا عليه السلام هو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه واله عمله لا يفيد، دينه لا يقبل، اليوم أكملت لكم دينكم يعني لازم يكون عندك ولاية وإلا دينك شنو؟ غير مكتمل، ما عندك دين إذا شنو الفائدة؟ تموت ميتة جاهلية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يعني موت ميتة أهل الجاهلية يعني موت ميتة الكفر يعني إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله فهذا نداء للمخالفين أن صححوا موقفكم قبل فوات الأوان وهو اليوم الذي يؤمر جبرائيل عليه السلام أن ينصب كرامة الله بإزاء البيت المعمور حتى تعرفون في هذا اليوم ماذا يحصل في السماوات؟ احنا نحتفل على الارض، في السماوات هم الملائكه تحتفل وجبرائيل عليه السلام يحتفل، اشلون الامام الرضا عليه السلام يوضح؟ يقول: ينصب كرامه الله بازاء البيت المعمور، يعني في السماء الرابعه ويصعد جبرائيل يصعد المنبر وتجتمع اليه الملائكه من جميع السماوات، كل السماوات اللي فيها ملائكه يجتمعون في السماء الرابعه عند البيت المعمور، مجلس عظيم حافل فيه آلاف مؤلفه من الملائكه والخطيب جبرائيل يصعد هناك تجتمع إليه الملائكة من جميع السماوات ويثنون على محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفرون لشيعة أمير المؤمنين والأئمة ومحبيهم من ولد آدم في ذلك اليوم الملائكة هذا الذي يقع في السماء يجتمعون ليستغفروا لنا لمحبي علي وولده الائمه من ولد ادم، يعني كل من كان مواليا لهم من زمان ادم الى زماننا. لان الله عز وجل ايضا تعبد الاقوام السابقين حتى اقوام الانبياء السابقين تعبدهم بموالاه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. كما عندنا في الروايات الشريفة وكما هو موجود بعض آثاره حتى في الكتب المحرفة المقدسة للأديان الأخرى قضية الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام مذكورة حتى في التوراة المحرفة الرائجة اليوم المتداولة اليوم وأظن نقلتها لكم في محاضرة سابقة زين وهو اليوم الذي يأمر الله فيه الكرام الكاتبين ان يرفع القلم عن محبي اهل البيت وشيعتهم ثلاثه ايام من يوم الغدير ولا يكتبون عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لمحمد وعلي والأئمة عليهم السلام هنا موضع البحث وهذا هم التساؤل الذي يطرحه بعض الشباب وخصوصا في عيد فرحة الزهراء عليه السلام يعني في عيد الغدير الثاني كما روى في الروايات الشريفه الروايه الشريفه سمت يوم التاسع من ربيعنا الاول بعيد الغدير الثاني العيد الاول غدير الاول عيد الولايه الغدير الثاني عيد شنو البراءه مقتل الطاغيه عمر بن الخطاب لعنه الله هناك ايضا في عيد الغدير الثاني نفس هذا المضمون ايضا مروي في الروايات انه ثلاثه ايام الله يرفع القلم عن شيعة أهل البيت عليهم السلام فلا يكتب شيئا من خطاياهم بعض الشباب وبعض الناس شي سوون يقولون خلص مرفوع عنا القلم فإحنا ما نسوي من الذنوب والمعاصي في هذا اليوم وفي هذه الثلاثة أيام هذا مغفور هل هذا صحيح؟ لا بسبب قله الفقه شوفوا ايها الاخوه ما يصير الواحد يسمع روايه هكذا ويبني عليها نتائج، انت فقيه حتى تفهم الروايات لازم ترجع للفقيه حتى يفهمك معنى الروايه شنو؟ الروايه لم تقل لا يكتب عليهم شيئا من معاصيهم قال لا يكتب عليهم شيئا من خطاياهم شنو الفرق بين الخطايا والمعاصي؟ الخطايا ترجع إلى الخطأ. المعاصي ترجع إلى المعصية. الخطأ يمكن أن يكون بعمد ويمكن أن لا يكون بعمد. وعادة لا يكون بعمد. المعصية لا، ترجع إلى كلمة عصا. عصا يعني شنو؟ يعني عن عمد عصى، خالف. فاذا المرفوع هو ماذا الاخطاء الخطايا وليس المعاصي فاذا شخص عقد العزم عمدا على ان يعصي في هذه الثلاثه ايام لانه مرفوع عنه القلم بتصوره هذا مسجل عليه ويعذب على ذلك، وربما عذابهم اشد، لانه هنا قد تحدى الله عز وجل. واغتر بما فهمه خطأ من مدلول الروايه. يعني واحد يقول هكذا لأنه هاي ثلاثة ايام انا ماكو علي ذن مرفوع عني القلم، فأنا اروح اشرب خمر. جائز، مثلا، والعياذ بالله. لا منو قال لك انه هكذا؟ الروايه تقول خطاياهم مرفوعه خطاياهم يعني شنو يعني انت ارتكبت اثما بلا تعمد لهذا الامر مو اعتمادا مو قايل لنفسك لانه مرفوع عن القلم انا اروح ارتكب هذه المعصيه لا وانما مثل ما الإنسان يرتكب آثام في حياته اليومية ماشي بالشارع وناسي نفسه وشاف إمرأة متبرجة ونظر إليها بشهوة هذه خطيئة هذه خطيئة ليست مسبوقة بتعمد وإصرار وإما منشأها ماذا غفل ذهول منشأها كذا وإن كانت خطيئة هذه حتى تغفر تحتاج إلى استغفار مشكل. تحتاج إلى أن الإنسان يستغفر حتى الله عز وجل يغفر ذلك له ببركة يوم الغدير الله عز وجل يرفع القلم بمعنى أنه من نسي الاستغفار الله يغفر له لا يسجل هذه الخطايا لا هذه المعاصي التفت إلى الفرق أم لا؟ بعباره اخرى اكراما ليوم الغدير ثلاثه ايام كرامه لمحمد وعلي والهم الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين هذه الكرامه تحل, تحل محل الاستغفار فاذا واحد ارتكب معصيه في هذه ثلاثه ايام عفوا خطيئه في هذه ثلاثه ايام منشأها الغفلة والذهول لا التعمد والاصرار والعياذ بالله مثل ما يقولون مع سبق الاصرار والترصد لا لا مو هالشكل وانما غفلة ذهول وقع في في ذنب من الذنوب والعياذ بالله في اثم من الاثام فهذا اذا نسي الاستغفار فان هذا الذنب يرفع عنه لانه لازم تستغفر حتى ترفع عنك هذه يرفع عنك هذا الاثم، يرفع عنك هذا الذنب. فاذا ما استغفرت ثلاثة ايام مرفوع عنك القلم بهذا المعنى. صار واضح؟ والا ليس المعنى انه في هذا اليوم ترتكب الكبائر والذنوب في هذه الثلاثة ايام. لماذا؟ لانه في نفس الرواية الامام الرضا عليه الصلاة والسلام يوضح ويقول: ما يشهد بأن هذه الثلاثة أيام لا بد أن تكون الأيام التي تمتنع فيها عن المحرمات كما سيأتي الآن لاحظوا أكمل لكم الرواية يقول الإمام عليه السلام وهو اليوم الذي جعله الله لمحمد وآله عليه السلام وذوي رحمه وهو اليوم الذي يزيد الله في حال من عبد فيه ووسع على عياله ونفسه وإخوانه ويعتقه الله من الكرب ويوم تحطية الوزر يعني تحطية الذنوب الطيح عنك ويوم الحباء والعطية الحباء من الحبوة يعني الله عز وجل يحبيك فيه حبوة منه يعطيك ويوم نشر العلم ويوم البشارة والعيد الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء، ويوم الموقف العظيم، ويوم لبس الثياب ونزع السواد، ويوم الشرط والمشروط، بشرطها وشروطها، ويوم نفي الهموم، ويوم الصفح عن مذنبي شيعة أمير المؤمنين، وهو يوم السبقة، يعني من يسبق إلى الولاية. ويوم إكثار الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ويوم الرضا ويوم عيد أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله ويوم قبول الأعمال ويوم طلب الزيادة ويوم استراحة المؤمنين ويوم المتاجرة ويوم التودد، تتوددون إلى بعضكم بعضا في هذا اليوم، ويوم الوصول إلى رحمة الله، ويوم التزكية، ويوم ترك الكبائر والذنوب. هذا شاهدنا. ويوم ترك الكبائر والذنوب، فإذا ليس معنى رفع القلم ان ترتكب الكبائر والذنوب والا انت لست بشيعي، لان من صفات الشيعه في هذا اليوم في يوم الغدير ترك الكبائر والذنوب، لا تغتر. كذلك الحال في يوم الغدير الثاني اي في عيد فرحه الزهراء عليها الصلاه والسلام. يوم ترك الكبائر والذنوب. احتفالات تصير صحيح بس مو انه والعياذ بالله واحد يخلص الاحتفال يروح يذنب ليس هذا هو المعنى ويوم العباده تتعبد في هذه الايام الشريفه تعبد الله هنالك صلاه خاصه مرويه في شان يوم الغدير اذا صلاها الانسان المؤمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول يقول والله 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 ثلاث مرات الإمام الصادق يقسم يقول والله 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 حاجته مقضية مضمون الرواية تصوم وتصلي هذه الصلاة اللي تطول تقريبا ساعة إلا ربع فيها كيفية خاصة تكرر فيها بعض السور هي صلاة من ركعتين لكن تطول بسبب ما نص على قراءته فيها تقرأ فيها السور المذكوره وايضا آية الكرسي تكررها بالعدد المذكور هذا يجب ان يكون ساعه قبل الزوال في يوم الغدير. ساعه قبل الزوال، الإمام الصادق عليه السلام ثلاث مرات يقسم على انه حاجتك مغطيه. وانا للعلم واظب على هذه الصلاه وجربتها وانا في السجن. وانا في السجن جربتها ذات مره ودعوت بهذه الحاجه. أنه الله عز وجل يعني يفرج عني ويخرجني من السجن، ما مضى أسبوعان وطلعت من السجن. وأعتقد هكذا أنه لهذه الصلاة دخالة في إخراجي من السجن، يعني ببركة هذه الصلاة. فواظبوا على هذه الصلاة وهنالك رأي فقهي. رأي فقهي على ما ببالي ان الامام المجدد الثاني رضوان الله تعالى عليه في موسوعه الفقه في كتاب الصلاه قوى هذا الراي ايضا انه هذه الصلاه يجوز ان تصلى جماعه هذه الصلاه يجوز ان تصلى جماعه في يوم الغدير لانه القاعده حرمه الجمع في المستحبات في الصلوات المستحبة، ولكن هذه قاعدة لها استثناءات، مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة، فهل لنا أن نصليها جماعة؟ نعم، لأنه عندنا نص يخرجها من تلك القاعدة، أنه هذه تجوز أن تصلى جماعة، كذلك يُستظهر من بعض الآثار أن هذه الصلاة المخصوصة في يوم الغدير هي بمثابة صلاة عيد يوم الغدير شلون عدنا صلاة عيد الأضحى عيد الفطر هذه الصلاة ولكن إذا احنا نعقدها إذا قوينا يعني هذا الرأي فمن يأتي يصلي ساعة لا ربع واقفا هي هذه هي المشكلة الناس ما لها خلق ويوم العبادة ويوم تفطير الصائمين فمن فطر فيه صائما مؤمنا كان كمن اطعم فئام 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 الراوي يقول الى ان عد عشره يعني عشره فئام زين شنو هو الفئام؟ هو الامام يقول ثم قال عليه السلام: اتدري ما الفئام؟ قال لا قال مئة ألف إذا تفطر صائم واحد كأنك قد أفطرت فئام في فئام في فئام في إلى عشرة كل فئام مئة ألف إذا فطرت مليون مليون إنسان أجرك كأجر من فطر مليون صائم فإسعوا في ذلك أيضا وهو يوم التهنية يعني يوم التهنئه. يهني بعضكم بعضا فاذا لقي المؤمن اخاه يقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه عليهم السلام. وهو يوم التبسم في وجوه الناس من اهل الايمان فمن تبسم في وجه اخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القيامة بالرحمة وقضى له ألف حاجة مجرد تتبسم في وجه أخيك في يوم الغدير صير استبشار ترتسم البسمة على الشفاه هذا أجره عند الله ثوابه عند الله الله يقضي لك شنو ألف حاجة فقط هذا لا لا بعد وبنى له قصرا في الجنه من دره بيضاء وبعد ونضر وجهه، وجهك يصير شنو؟ وجوه يومئذ ناضره من النضاره، وجهك يصير مشرق منور يوم القيامه. في حين الاخرين اللي ما عندهم هذا العيد وجوههم مظلمه تصير يوم القيامه. يقول الإمام عليه السلام وهو يوم الزينة فمن تزين ليوم الغدير غفر الله له كل خطيئة عملها صغيرة وكبيرة وبعث الله إليه ملائكة يكتبون له الحسنات ويرفعون له الدرجات إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، إلى قابل مثل ذلك اليوم فإن مات مات شهيدا إذا واحد يموت في يوم الغدير يموت شهيد، أجره أجر الشهداء. وإن عاش عاش سعيدا، ومن أطعم مؤمنا كان كمن أطعم جميع الأنبياء والصديقين، إذا تطعم مؤمن في ذلك اليوم، كأنك قد دعوت الأنبياء والصديقين عليهم السلام إلى وليمة. ومن زار فيه مؤمنا زيارات متبادله ادخل الله قبره سبعين نورا انت تزور اخاك المؤمن في يوم الغدير الله عز, الله عز وجل يجعل نورا يزورك في قبرك ينير قبرك مو نور واحد سبعين نور ووسع في قبره ويزور قبره كل يوم سبعون الف ملك يبشرونه بالجنه، لانك تزور فقط اخاك المؤمن في يوم الغدير زياره واحده، تحصل على ثواب انه سبعون الف ملك من الملائكه يزورك مو زياره واحده يوميا وانت في قبرك كل واحد ياتيك ويقول لك هذه البشاره البشاره هي هنئئا لك الجنه بولايه امير المؤمنين عليه السلام اللهم صل على محمد والروايه طويله وقد ادركنا الوقت من اراد فليرجع إليها في كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله